يعني ال 11, 11 نقطة اتكلمنا اهو بدايتها على الأقل دي أنت عارف إن من تسلل أنت عارف إن في روعي وتصوري حلوة روعي دي أن طاقم التحكيم كان متأثرا بنتايج بيراميدز و إنه بيراميدز اتعادل في نفس اليوم آه. فأوعى الأهلي يركب بقى يعني كان كان في ذهنه اه ان احنا مش عايزين الدبكه تحصل وحد ينفرد مرتاح بدري يعني م. لان المنطق الم... انت المنطق هل نطالب ان الماتشات كلها تتلعب في وقت واحد بقى دلوقتي ولا نعمل ايه مش عارفين م. طيب ما علينا طيب نشوف اه. بقى